يا موضوع شيء على ظهر الحصان أثناء العشف، كيس، حزام سرج، حزام، حبل، دمية عند البعض إلى آخره. مو الفكرة منها عندي، مو بالشيء نفسه. أغرب طرق ركوب أنت تعود على الشيء، تحطه عليه وتخليه يلعب ويجي مثلا يتعود عليه، ثم تدرج بزيادة في الشيء. أنت فين قاعد تعود على الشيء نفسه؟ أنا أحطه عشان أقاود على جنب أو أقاود عليه، وأحطه عشان أعلمه أن أثناء ارتباكه من الشيء تحكمت فيه. أبغى أشوف مدى تقبل تحكمي فيه لما جفل. فكلاهما بيجفل، لكن هناك بيجفل يسوي اللي يبغاه ثم يتعود على الشيء، تزيد حجم الشيء أو جرعة خوف الشيء لين يتقبل وضعك أنت على ظهره. فمع الوقت أول مرة مرتين تقبل يجيك مصور تقبل زي ما تقبل هذا الوقت. هنا تعلم أن محاولك مصور ينطلق أو يلعب والشيء عليه رديته، إن هذا ناوي يسوي له مركب، فينطبق عليه ما ينطبق على موضوع اختباك الثقة. اختباك الثقة في وضعي هو تعويد الحصان على التحكم فيه أثناء الخوف والجفلة. اختبار كسب الثقة في أغلب طرق ركوب الساحل الأخرى أنت قاعد تعود على شيء مخيف نفسه وليس التحكم. يخاف يفقد التحكم فيه، يروح الخوف تبدأ تتحكم فيه. هنا خاف أو ما خاف تحكم فيه، ما قاعد تعود على الشيء بدل ما أني ما تعود على التحكم. فلا ما نعمل بالعكس ميزة نستعمل الأشياء على ظهرك، جون، كيس، دمية، شيء كبير رفيع كأنه شخص راكب، ما يمنع. أهم علي إني لما حطيت الشيء ذا عليه هو بيحاول يندفع يقمص ينطلق إلى آخره، أتحكم فيه عشان ما يتقبل تحكمي فيه. تقبل التحكم ما تفادي معناته أنه جاهز لي أنا. ما تقبل التحكم وطاح اخذ توازن إلى آخره معناته أنا مو بجاهز. لاحظ في كل حالتين بتحكم فيه، ما أتكلم بتحكم ولا لا، أتكلم هل بيتقبل تحكمي أو لا. لما بيتقبل مو بس بيرفض التحكم، بس يتفاجأ من تحكم. طرق ركوب الأخرى هم تقبل تحكمك يسوي اللي يبغاه، ثم إذا راح الشيء المخيف تقبل تحكم. فالفرق انك متحكم الله ما تبغى تشوف مدى توقع للتحكم. هناك منت متحكم، اذا راح الخوف تحكمت.